المسار الثاني اللي هي الصناديق اللي موجوده في النقابه. فلما فخامه الرئيس كان موجه من حوالي 4-5 شهور بالنظر في معاشات فنانيننا والقوة الناعمة للدولة والفنانين اللي أثروا في وجدان مش الشعب المصري بس، لا ده في العالم العربي كله. صح. وإن الفنانين ما هماش ال 30-40 واحد اللي معروفين اللي عمالين نشاور عليهم ونقول دول النجوم. أيوه. إنما البرنامج بتاع سيادتك النجم بتاع هذا البرنامج. العفو فهمت. ورا البرنامج بقى بتاع حضرتك ده هلاقي فيه بتاع الديكور وهلاقي فيه الكاميرامان وهلاقي بتاع الصوت وهلاقي 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 كل دول احنا بنطلق عليهم فنانين او اعضاء في النقابات الثلاثة الرئيسية اللي بنتكلم عليهم. جميع الفنانين زي ما قلت نمسك الموضوع الاولاني التأمينات الاجتماعية. المفروض يعني كان في عدم وعي بأهمية التأمين الاجتماعي من مختلف الطوائف الحقيقة في المجتمع المصري، لكن كان موجود بصورة كبيرة عند إخواننا الفنانين. كانش عندهم الوعي التأمين ده وفاهمين إن القانون ما بيمشيش عليهم. فالحقيقة عملنا جهد في هذا الاتجاه بالذات مع الفنانين التشكيليين، وعملنا ورشة عمل وعملنا ندوة كبيرة كانت موجودة عندهم ورحنا ووضحنا أهمية التأمين الاجتماعي. طيب اللي عنده وعي تأميني وما بيشتركش برضه ليه؟ يقول لك يا عم الإجراءات بقى وهروح مكتب التأمينات ويقول لك هات كذا وودي كذا وهدفع الاشتراك الشهري بتاعي ازاي؟ ويعني تعقد أو تعقيد الإجراءات اللي موجودة في التأمينات يعني ممكن يكون عنصر مش عنصر جذب عنصر طرد لمن يريد أن ينتفع بمظلة التأمين الاجتماعي. فاشتغلنا على المحور ده إحنا كتأمينات وذللنا جميع العقبات، خدنا قواعد البيانات اللي موجودة عند النقابات وبسطنا الإجراءات، قلنا الأوراق اللي إحنا عايزينها حاجة بسيطة خالص، عايزين صورة بطاقة الرقم القومي، حلو، عايزين كارنيه النقابة، عايزين عقد الإيجار أو التمليك بتاع الوحدة السكنية اللي عايش فيها الفنان ويتقدم بيها للنقابة ويقدمها في مقر النقابة. عظيم جدا. وإحنا بنبعت 2 موظفين كل أسبوع إلى مقر النقابة ياخدوا الورق ده ويراجعوه ويجيبوا الورق معاهم على التأمينات، نفتح الملف التأمينات بتاعتي. يبقى أول حاجة عملنا تبسيط لإجراءات الاشتراك. طبعا. كان الأول المفروض إنه يروح يفتح ملف التأمينات بتاعه ده في مكتب التأمينات اللي تابع ليه محل سكن. أيوه. فممكن يبقى راجل من أسوان وبيشتغل هنا في القاهرة، أقول له لأ روح أسوان. عملنا لا مركزية في فتح الملفات. كويس خالص. دي نمرة واحد. نمرة اثنين سداد الاشتراك بقى بتاعه كل شهر هيسدد ازاي؟ هيتعامل مع مكتب التأمينات ويقف في الطابور والساعة 12 والخزنة بتقفل والكلام ده؟ لا. فتحنا يعني أخبرنا النقابة برقم حساب الهيئة يقدر من مكانه يحول لو معاه محفظة إلكترونية يحول قيمة الاشتراك بتاعه على حساب الهيئة، أو ممكن يدفع في أي شركة من أو أي فرع لشركات التحصيل النقدي زي فوري وأمان وغيرها. وبالتالي عملنا عملية تيسير للمنتفع بأنه يقدر يسدد الاشتراكات من أي مكان وبوسائل مختلفة وهكذا.